اهلا اهلا روح باطي قلبي باطي حسدي حبيبي ازيك يا مفيد تاكله معايا بقى يعني انت مش هحطط لي مجرجر في نص ليالي علشان تشوف بنتك مش قلت هتبعتها مع السواق اللي جابك اللي جابني هي بقت كده ماشي على المهم انا جيت عشان قلقت لما سمعت صوتك يا مفيد والله انت وحشني ومحتاج اتكلم معاك تعالى يا اخو اقعد بقى لوجي لوجي حبيبتي بابي لسه بياكل اهو اسمعيه علشان تفتح نفسه على الاكل وهكلم انا هو يجيلك على طول I love you so much قبل ما نتكلم في اي حاجه ليك عندي خبر يفرح الدكتور كلمك من فرنسا هو انت مفيش في دماغك غير ملك وبس والله لو تعرف اللي في دماغي تترعب ما انت مشكلتك انك مركز هنا وسايب هنا خالص مين اللي قال كده اللي انا شايفه قدامي مش حقيقي طبعا يعني انت مش بعت تجيب لوجي علشان تمهد لها امهد لها يا مفيد هو لسه في حاجه حصلت طب خد بالك بقى البنت هتتجنن على مامتها من ساعه المسجات اللي بتجيلها من هولندا قول لي هو انت بتعمل الحكايه دي ازاي هتخلص قريب الحكايه دي على امه لا فهمني ناوي على ايه قول بس الخبر الحلو اللي عندك لا ما تاكلنيش في الكلام مجاوب ناوي على ايه يا نديم سكوتك ما يطمنش في ايه يا نديم طالع فجاه حواليا شويه صراصير لازم ادوسهم بالجزمه لا 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 بالراحه بقى كده بهدوء علشان تفهمني واحده واحده هقول لك يا مفيد عالم ولاد الكلب اللي لحم كتافهم من خيري وسختهم بتزيد معايا مش بتقل طب وايه الجديد في ده ما انت راجل شغال في السوق والمفروض انك فاهم كل اللي بيحصل حواليك بابي جايلك يا روح يعني بابي لوجي لوجي قول لسيد دي حتى العربية من فيه بسرعة العربية يا سيد العربية ايه يا مفيد ما تقلقش يا نديم هتبقي زي الفل يا حبيبي هتبقي زي الفل خير خير ان شاء الله تقلقش يا نديم 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 أرجوك أرجوك يا نديم أكيد الأكل أكيد الأكل ده مش فود بويزنج أكل ده السيانيد اتحط في الأكل أنا كنت شاكك في كده كنت شاكك في كده Thank you.
قومي يا حبيبتي، قومي يا روح، 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 قومي يا دوب خدت بالي ان ربنا بعت لي بنت جميله زيك، تروح انت ماشيه، قومي يا روح، قومي قومي يا روح. مش هينفع كده نديم، مش معقول انت بقالك يومين ما دقتش حاجه وكله سيجار في قهوه، ما ينفعش كده حبيبي. انت ولا حد مصلى ايه؟ جاوبي على قد السؤال، انت ولا حد مصلى ايه؟ قبضتي تمن موت لوجي ولا لسه ما دفعوش؟ انت بتتكلم على ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. لا فاهمة كل حاجة. مين اللي استلم الأكل من الواد بتاع الدليفري وحط لي السم فيه؟ أكل إيه وسم إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. لما سألتك حلفتيلي إنك ما طلبتليش حاجة. المطعم أكدولي إنك أنت اللي طلبت الأوردر. واسمك وتليفونك متسجلين عندهم. مين اللي وراك؟ مين اللي قتل بنتي؟ مش عايزة تتكلم. شايفة دي؟ دي شهادة وفاة. بيانات المتوفي أميرة محمد حافظ ناصر. يعني أنت ميتة ميتة. رصاصة بستة جنيه ما تبقيش موجودة. الأحسن تقولي لي مين وراكي عشان ما تدفعيش التمن لوحدك. عاوز تموتني انا؟ مطلعلي شهادة وفاة وبتهددني بيها؟ ازاي تشك فيا؟ ازاي تشك ان انا ممكن اعمل فيك كده او اعمل كده في لوجي؟ انت مش عارف انتوا ايه بالنسبة لي؟ انت بتتكلم ازاي يا نديم؟ بص، تليفوني اللي متسجل عندهم اهو، خد اللوج بص فيه، بص بص شوفني كلمت المطعم ولا لا، ولا شاكك اكون مسحته ومال. عموما ابقى اكلمهم بكره واطلب فاتوره تفصيليه بكل تليفوناتي. شوفني كلمتهم ولا ايه؟ انا اخر حاجه في حياتي كنت ممكن اتخيلها انك تشك فيا. انا رهنت حياتي كلها تحت رجليك. أنا من ساعة ما بصحى الصبح بصحى عليك أنت. ولو عاوزة أموتك مش هتصل من نمرتي. أنت عارف مشكلتك إيه؟ إنك ما بتشوفش. إنك عمرك ما حسيت بيا.
عشان لو بتحس وبتشوف كنت عرفت ان انا بحبك. انا بحبك يا نديم. ملك الموضوع ده محدش يعرفه غيرك ومعاك اتنين تلاتة. خليكي معايا ثانية واحدة ملك، أرد على بيتي وأرجع لك. ما تقفليش. ها أيوه. ها فين؟ طب خليك مكانك، جايلك على طول. لا 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 لا، مفيش صبح، أنا هغير هدومي مسافة السكة. يلا. ألو؟